محمد السبيعي فهم الحياة بطريقته ونجح. كان تلميذاً نجيباً في مدرسة الحياة، ليس لأنه أصبح من الأثرياء، بل لأنه ترك أثراً في مجتمعه وفي وطنه. لن أذكر أو أسمع أن السباع أنهم ضيقوا أحد أو قادوا أحد أو أتعبوا أحد، بل إذا أتعهم أحد وتسلف منهم غير الباب ما يأخذونه بحسن طيبة ولا يعدونه ولا يشكونه ولا يدخل حاكم، من الناس الذي ما لهم مواقف مثل يعني بالحاكم أو مثلا كل أمورهم طيبة مميزة، لا عقلية ولا دينية ولا أمانة، أيضا عندهم حسن الخلق مع التعامل والتعامل. والله رجل راعي خيل من الله شاء، يعني هو من الله سبحانه وتعالى مده بالمال، راعي في صدقات، تكلم عنه يوم شراكة بينهم كلهم يصدقون ماله معه، قال يوم كشراك هو عبد الله وهو بس محمد عارف هو عبد الله شراكه ويصدقون. الحج مثل ما قلت لكم يستضيفون الناس على حسابهم يجيبون روحهم، هذا خير من الله شاهم حتى فرقوا وهم على أهل خير، وهذا ما يمكن ما يطرق بابهم أحد، قل من يطرق بابهم ويرمي فلس، لهم خيرات ولهم أيادي بينهم. أنا أنصح عيالي وبناته وعيال عياله وأبناده كلهم هذول أنصحهم أنهم يعرفون تاريخ أبوهم وأنهم نفسهم التاريخ، لأنه تاريخ الأبيض وتاريخ الذهب، فلا هذا الاسم اللي أظهر أسس محمد السبيعي كذهب أن يتحول إلى فضة. في كل من تعاملوا معه مئات القصص كان دائما فيها الرجل المفاجأة بقراراته بآرائه برؤيته وعطائه، ولكن لا يبقى للإنسان إلا الذكر الطيب، حتى في هذه نجح محمد السبيعي.